بقيت كلمة قبل أن أشكركم، كلمة بتؤرقني كثيرا، وبصفتي سكرتير عام للوفد الرئيس التنفيذي الأمين على رأي هذا الحزب وعلى فكر هذا الحزب وعلى ضمير هذا الحزب. في الفترات الأخيرة بنسمع إن سحب الثقة من الدكتور سيد البدوي والكلام اللي بنسمعه، فأنا لدي اقتراح أفاجئكم به وربما يثير أي تساؤل، إنما لا يرضيني إلا أمام ضميري، أمام الله وأمام نفسي وأمام التاريخ. أنا بقول لكم إحنا بنطرح الثقة في الدكتور سيد البدوي، هل موافقون على بقاء الموافق يرفع ايده على بقاء الدكتور سيد البدوي رئيسا للحزب؟ الغير لابد يا اخواننا يا اخواننا يا اخواننا الموافق على الثقة وبقاء الثقة بالنسبة للدكتور سيد البدوي ويرفع ايده. هذه هي الهيئة الوفدية تقول كلمتها الآن، الهيئة الوفدية تقول كلمتها وهي أعلى سلطة في الحزب. هي أنا بقول برضه حتى لا يكون هناك خلط، عشان ما يكونش خلط، اللي من يجدد الثقة يرفع يده. سيادة المستشار ما تنساش الشباب، سيادة المستشار شباب مصر، سيادة المستشار بالحق 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 بالحق